تحية طيبة لمستمعينا الكرام في عدد اليوم من برنامج ضيف الصباح، أسعد فيه باستضافة البروفيسور علاوة العايب المختص في القانون الدستوري. صباح الخير بروفيسور، شكرا لتلبية الدعوة. شكرا للاستضافة الكريمة الخصومية. بروفيسور، يعقد المجلس الشعبي الوطني اليوم جلسة إثبات العضوية للتأسيس للعهدة التشريعية 9 في عمر البرلمان، كيف ستتم مراسيم استلام المهام النواب الجدد بمقر المجلس الشعبي الوطني؟ بعد بسم الله الرحمن الرحيم. هي المسائل المرجعية أولا عندنا الدستور، ثم القانون العضوي والنظم للعلاقات بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وبينهما وبين الحكومة، وثم النقطة المرجعية الثالثة هي النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. كما هو منصوص عليه في الدستور، فتلتئم الجلسة الأولى للمجلس الشعبي الوطني الجديد بعد 15 يوما من إعلان النتائج النهائية من طرف المجلس الدستوري، وهذا ما تم فعلا. لكن هذه المرة تميزت بأنها كانت خارج الدورة البرلمانية التي هي دورة واحدة مدتها 10 أشهر، تبتدئ في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر وتنتهي في آخر يوم عمل من شهر جوان. فكان هناك تمديد، وهذا منصوص عليه في الدستور كذلك، طلبه السيد رئيس الوزير الأول، هو اللي طلب التمديد حتى يتسنى تنصيب المجلس الشعبي الوطني. وكما نعرف أن التمديد يكون بنقطة واحدة في جدول الأعمال، وهذه النقطة هي إثبات العضوية، المناداة على جميع أعضاء المجلس الشعبي الوطني الجدد المقدر ب 407. ثم بعد ذلك تجرى مسائل داخلية من المجلس الشعبي الوطني، هي انتخاب الهياكل. انتخاب الهياكل من رئيس المجلس ونواب الرئيس اللي هم 9. تكون هذه قبل انتخاب الرئيس؟ لا 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 لا، هي ماهيش من انتخاب الرئيس، هو الاساس. رئيس المجلس الشعبي الوطني يتم، لا، الهياكل يتم كل اليوم؟ نعم، يتم اليوم. هو الحقيقه تم اكيد تم التوافق بصددها، فكل حزب ياخذ حسب النسبه المحصل عليها، لان فيه 9 نواب، في اللي ياخذ نائبان، وفي اللي ياخذ نائب، وفي اللي ياخذ ربما 3 نواب. لكن هذه المره ما فيش 3 نواب، وهذا ما يتميز به المجلس الشعبي الوطني هذه المره. هذا يعني في فرصة الانتخابات تشكيله متوازنه، فلا يوجد هناك طغيان لحزب على المجلس الشعبي الوطني كما او لحزبين كما كان الوضع من قبل. وهذا شيء جديد من شأنه ان يحدث نوع من الديناميكيه في عمل المجلس الشعبي الوطني هذه المره. وكذلك عندنا 12 لجنه، فيها لجان سياديه ولجان عاديه بطبيعه الحال، وفيه رؤساء المجموعات البرلمانيه، وفيه كاين نواب رؤساء اللجان والمقررين. هذه الهيكله، والهيكله هي لمده سنه، يعني ينتخبون لمدة سنة ثم يعاد تجديد الثقة فيهم أو يتم انتخاب آخرين عوضا عنهم. بالنسبة للهياكل، قد تكون عن طريق الانتخاب أو عن طريق التعيين من الحزب مباشرة. هذه التعيين في الحقيقة هذه ممارسة كانت في الماضي، وهذه ممارسة توقع اختفاء اليوم؟ أعتقد حتى يعني بعض الأحزاب الذين كانوا يقومون بها من قبل يعني عبروا عن امتعاضهم وعن رفضهم لها، على أساس أنها يعتبر تدخل في شؤون النواب. النواب مستقلين يمثلون الشعب ولا يمثلون الحزب، فبعد انتخابهم مباشرة لا يمثلون الحزب في الحقيقة، وإنما يمثلون الشعب الذي انتخبهم، وبالتالي فهم لهم إنابة من هذا الشعب، فعليهم أن يقوموا بهذه المهمة التمثيلية كما ينبغي، كما هو منصوص عليه في الدستور. كذلك كل شيء منصوص عليه في الدستور. وأعتقد أن الممارسة التي كانت موجودة من قبل في التعيين أنها ستختفي، وقد عبروا عن عدم رضائهم عليها الذين كانوا يقومون بها من قبل. نعم، حتى بالنسبة للهياكل ستخضع للتوافقات داخل التشكيلات الحزبية الممثلة داخل البرلمان. أكيد، وبدرجة الأولى رئاسة المجلس. رئاسة المجلس أكيد أنه وقعت بصددها مشاورات وعمل كثير في الكولسة، عمل أفقي، وهذا شيء مقبول جدا وموجود وتخريج موجود في البرلمانات كلها في العالم. بعض الأسماء الآن تتداول حول هوية الرجل الثالث
في الدولة الذي سيعتلي كرسي رئاسة المجلس الشعبي الوطني. هل هذا يحتاج إلى توافقات سياسية حزبية أم توافقات وطنية؟ لا، في الحقيقة لأن الأحزاب هي أحزاب وطنية، وبالتالي فهذه تحتاج إلى توافقات من طرف الفاعلين اللي هم 6 أحزاب الآن في المجلس الشعبي الوطني، 6 تشكيلات متقاربة في الحقيقة. لا تطغى قائمة أو حزب على الأعداد كما كان على 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 التمثيل في المجلس الشعبي الوطني كما كان من قبل، ولكن هذه تخضع إذا كان تم هناك توافق على شخصية ما، لأن هنا إذا كان حبيتي نمر إلى إجراءات الانتخاب كيف تتم. هذه منصوص عليها، ولا منصوص عليها في الدستور المادة 131، الآن 134 في الدستور الجديد، أن 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 كل غرفة تنتخب رئيسها، سواء مجلس الأمة أو المجلس الشعبي الوطني. عملية الانتخاب كيف تتم؟ عملية الانتخاب الذي فصل فيها ذكرتها كذلك المادة 11 من القانون العضوي النظمي، العلاقات بين الغرفتين وبينهما وبين الحكومة، ومنصوص عليها في النظام الداخلي لكلا الغرفتين. إذا كان هناك توافق على شخصية واحدة مثلا، فإنه يتم بالتزكية برفع اليد في الجلسة العامة، الجلسة العامة العالمية. إذا لم يتم توافق وهذه مستبعدة نوعا ما، فإنه يكون هناك عدد من المترشحين. إذا زاد العدد مثلا على 2 أو 3 مترشحين، فتجرى العملية الانتخابية، انتخاب سري علني وسري. الفائز هو الذي يفوز بأغلبية الأصوات في الدور الأول، إذا حصل على الأغلبية فهو الرئيس. وإذا كان هناك دور ثاني، ممكن يكون دور ثاني إذا كان بين شخصين، بين الأول والثاني يكون هناك دور ثاني، ويجرى الدور الثاني في بعد 24 ساعة من الدور الأول الذي جرى فيه. وهذه يعني من الناحية الإجرائية، وهذه منصوص عليها في النظام الداخلي ومنظمة بكيفية واضحة جدا. ولا أعتقد أن يكون هناك نوع من التنافس والتزاحم على رئاسة المجلس الشعبي الوطني، لأن التوافق مطلوب، وأعتقد أن الأحزاب الفاعلة هي كذلك تكون مستعدة للتوافق والتفاهم حول الرئاسة، تكون يعني شخصية مرموقة علمية أكاديمية لها الثقل السياسي قبول. نعم. هل أنت قلت أنه هذا البرلمان هو برلمان متوازن، لا يوجد فيه مثل ما كنا نرى أغلبية مطلقة مثل ما كانت بين حزبين كانت جارت ممارسة في السابق، أنه تقريبا يكون هناك تقاسم للأدوار في رئاسة البرلمان بين الغرفة الأولى والغرفة السفلى، تتوقع هذه المرة ربما أن تخرج رئاسة شخصية الرجل الثالث عن الأدوار التقليدية؟ أعتقد ذلك، وأتمنى أن نخرج عن التقليد السابق. أولا أن كما ذكرت أن الأعداد الموجودة، يعني تمثيل الأحزاب والأحرار داخل المجلس الشعبي الوطني هو تمثيل متقارب، ليس فيه طغيان لحزب أو حزبين كما كان الوضع من قبل، وبالتالي فإن العملية السياسية لا تكون مغلقة، هذه المرة تكون مفتوحة في الجزائر الجديدة، لأن احنا دائما نعيش في جزائر جديدة. فكذلك فيه نسبة كبيرة من الشباب ومن الجامعيين، سواء كانوا أحرار أو أحزاب، وهذا شيء جديد كذلك. وهذا من شأنه أن يؤثر إيجابا على الأداء، على أداء أعضاء المجلس الشعبي الوطني، لأن لا ننسى بأن المجلس الشعبي الوطني هو الأساس في عملية التشريع. فهذه الغرفة مهمة جدا حتى في الدول العالم الأخرى، هي تتقدم على الغرفة الثانية سواء من حيث التشريع أو من حيث مآل النص في نهاية المطاف، لأنها أقرب أكثر للشعب، هي تمثل الشعب مباشرة، بينما الغرفة الثانية تمثل الإقليم، تمثل الأمة ككل، الأحياء والأموات منهم. لكن المجلس الشعبي الوطني
تلاحظين ان عدد النواب يزيد او يقل حسب عدد السكان لكل ولايه، وبالتالي فمهمه التمثيل هي اساسيه في المجلس الشعبي الوطني على 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 خلاف ما هو موجود في المجلس العمال اللي فيه تساوي في تمثيل عضوين عن كل ولايه مهما كان عدد سكانها. وبالتالي المنتظر ان يكون هناك ديناميكيه جديده واداء وهذا جديد. وهذا ما يطرحني الى طرح السؤال حول التحديات والرهانات التي تنتظر المجلس الشعبي الوطني المقبل الذي اليوم سيتم الانطلاق في جلسته الاولى، ربما اثبات جلسه اثبات العضويه. هل تتوقع انه سيحدث ثوره في القوانين؟ لا اعتقد ثوره، يعني لا نذهب كثيرا الى حديث يعني نقول ثوره، ولكن المنتظر ان يعبر تعبيرا حقيقيا على الوزن الذي يحمله. الظروف مناسبه. التحديات التي تنتظر؟ تحديات كثيرة، خاصة وأننا مقبلون على انتخابات محلية حتى تكتمل الصورة الانتخابية سواء على المستوى الوطني أو المستوى المحلي، وبالتالي يتعين أن يكون الأداء هذه المرة أداء مميز، يعني في الوظائف أو المهام الثلاثة الأساسية: التمثيل والرقابة والتشريع، خاصة التشريع. التمثيل، علاش نقول التمثيل نبدأ به الأول؟ لأن البرلمان لابد أن يمثل الشعب الذي انتخبه تمثيلا حقيقيا، يبقى دائما في الاستماع إلى ناخبيه، يعني يظل يتطلع ويتحسس آمالهم وهمومهم وانشغالاتهم ونقلها إلى الجهات المعنية، سواء كانت مؤسسات وطنية أو وزارات، يعني سواء كان على مستوى السلطة التنفيذية أو على جهات أخرى. هذه فيما يخص التمثيل. كذلك التشريع، أنا متفائل هذه المرة في أن العملية يعني تاع التشريع تتسم باقتراح القوانين أكثر من مشاريع القوانين، لأن هذا هو دور البرلمان، أنه يقترح، لأنه الشعب انتخبه لكي يقترح قوانين تتماشى وطموحات هذا الشعب الذي انتخبه على المستوى الوطني. والعمليه ليست مغلقه كما كان الوضع من قبل، يعني الاغلبيه المطلقه اللي كانت موجوده ما كانش، وبالتالي هذه المره هذا من شانه ان يسهل اكثر عمليه المساهمه المباشره في التشريع واحداث ديناميكيه خاصه بهذه العهده البرلمانيه. اول مشروع قانون سيكون ربما قانون سيناقشه أول عمل سيناقشه هذا البرلمان، ربما هو مخطط عمل الحكومة لسنة 2021-2023 بروفيسور علاء والعايد. أكيد. هذه نعم، هذه أساسية. ما دامنا حكومة جديدة حتى أعضاء القدامى يعني موجودون، ولكن تعتبر كلها حكومة جديدة. وزير أول جديد، فيه كثير من الوزراء الجدد. والوزراء القدم تم كذلك إعادة تزكيتهم، وبالتالي هناك تعيين جديد، مرسوم رئاسي جديد خاص بهم، وبالتالي فهي حكومة جديدة، نعتبرها حكومة جديدة، وبالتالي عليها أن تطرح يعني برنامج رئيس الجمهورية، لأن احنا عندنا وزير أول دائما، وبالتالي تعرض برنامج رئيس الجمهورية، عمل الحكومة تعرضه على المجلس الشعبي الوطني، والمجلس الشعبي الوطني يناقشه، وهنا بعد هذا البرنامج هو يراقب أداء الحكومة لبرنامجها الذي قدمته، مراقبة الأداء. والمراقبة كما تعرفين سمية متعددة ومتنوعة. ما هي ربما هذه الوظائف التي ينبغي على المجلس الشعبي الوطني القادم لعبها حتى لا نجد أنفسنا في مربع انفراد السلطة التنفيذية بعملية أخذ القرار وتقييم البرامج ومراجعتها؟ ما هو المضغوط حتى يكون عمل دقيق ومراقبة للعمل الحكومي؟ المنطلق هو منطلق دستوري ومنطلق من استعداد السلطة التنفيذية لإحداث نوع يعني من توازن، لأن هذا هو المبدأ الأساسي، فصل بين السلطات مع التوازن والتعاون، بمعنى عدم طغيان السلطة التنفيذية كما كان الوضع من قبل على السلطة التشريعية. ويتجلى هذا كذلك من خلال نوعية النواب أنفسهم واختصاصاتهم وقدرتهم على أداء المهمة التي انتخبوا من أجلها كما ينبغي بطريقة فعالة وطريقة إيجابية، وتصحيح صورة البرلمان أيضا الآن في أذهان المواطنين. نعم، يعني الخروج من كون البرلمان مجرد غرفة تسجيل
يعني استقبال نصوص من الحكومه ويناقش الفواصل والنقاط ويضيف كلمه ويحذف كلمه، خروج من هذا. يعني اعتقد ان معظم النواب هم شباب، واعتقد انهم سيتكونون في مرحله اولى، سيتكونون كما ينبغي، وأملين كبير فيهم، وبالتالي يستطيعون احداث نوع من التوازن الحقيقي، يعني عن طريق القيام بما هو منوط بهم في دستوريا، يعني ما هو منوط بهم في الدستور وفي القانون الناظم للعلاقات وحسب النظام الداخلي لكل غرفة، يقومون بهذه المهام عن طريق كما قلت التمثيل الجيد. لأن من يريد إعادة انتخابه لابد من يعمل من الآن، وليس فقط كما كان وضع من قبل، لأن السائد في الثقافة الشعبية في الجزائر يقول لك ان النائب ياتي الينا، يتوسل الينا بعدما يتم انتخابه، يغير الهاتف ويذهب الى العاصمه ويسكن في العاصمه ولا يراعينا ولا يعطينا اي اهميه ولا يرجع الينا ولا يمثل انشغالاتنا وهمومنا اطلاقا. وبالتالي علينا ان نغير هذا السلوك، نغير هذه الثقافه التي سادت بالفعل. علينا ان، واعتقد ان التشكيله الجديده للمجلس الشعبي الوطني واعيه بهذا النوع من الثقافه، واعتقد انها ستعمل جاهده على اثبات العكس، على اثبات العكس. هي نقطه مهمه، بعض الاحيان ايضا يفرط النواب في الخلط بين دورهم الحزبي ودورهم البرلماني، من دون شك سيكون لذلك انعكاسات سلبيه على الدور التشريعي والرقابي. اخت سميه، النواب بعد ما يتم انتخابهم فلا يبقون اسيري حزبهم، هم يصبحون نواب من شعب، نواب وطنيون، فكل نائب عنده تمثيل وطني، وبالتالي لا يمثل حزبه لما يكون يمثل حزبه في بعض الاحيان، ولكن في معظم الاحيان انه يمثل من الشعب الوطني كسلطه تشريعيه ولا يمثل حزبه بطريقه ضيقه، وبالتالي فهو منفتح على المهام المنوطة به داخل الشعب الوطني، ولا يبقى أسير حزبه، لأن المصلحة العامة للجزائر يعني تتفوق على المصلحة الحزبية. لأن المصلحة العامة للدولة الجزائرية، مصلحة التشريع، السلطة التشريعية فوق، أعتقد أنها فوق الأفكار الحزبية الضيقة والمرتبطة بكل حزب. عندما يتم الدخول فالعمل يكون ككتلة، يعني لا ينبغي ان يبقى النائب اسير افكار حزبه دائما، وانما عليه ان يكون له فكر تطلعي وطني فيما يخص المصلحه العامه للجزائر. ما هو تصوركم للدور الرقابي للمعارضه البرلمانيه في التشكيله في البرلمان القادم؟ هل سيكون لها ربما ادوار اكثر فعاليه؟ لانه في بعض الاحيان تكون معارضه شرسه اثناء جلسات الحوار، ولكن عند الوصول الى جلسات التصويت ستكون النتيجه عكسيه. والله المعارضه في البرلمان تقليد عالمي موجوده، وحنا خاصه انه الدستور عزز من مواقعها وعزز من صلاحيتها. بالفعل بالفعل نص عليها، ونص حتى على اعطائها مناصب حتى ولو لم تكن لها الاغلبيه المطلوبه، وبالتالي اعطاها اهميه، لان كل شيء لابد من معارضه، ولكن المعارضه ايجابيه وليس معارضه عقيمه، يعني المعارضه من اجل المعارضه، لان المعارضه دائما ممكن انها تنبهك الى امور انت كنت غافل عنها مثلا، يعني المعارضه اساسيه، والمعارضه دائما في اطار المصلحه العليا للدوله للجزائر، لان لا يعارض شخص المعارضه من اجل المعارضه، ولكن ان الدستور اعطاها قيمه واعطى لها تواجد ضمن هياكل من الشعب الوطني، وسنرى من تكون هذه المعارضه. اعتقد ان المعارضه لا تكون كما كان الوضع من قبل في زاويه ضيقه، نظرا لنوع التشكيله واعداد التشكيله للاحزاب المثل في الشعب الوطني. اعتقد ان المعارضه لا تكون كما كانت من قبل، مقهوره وموضوعه في زاويه، لان ليس لديها اغلبيه. يعني اذا ارادت ان تعارض نص قانوني مثلا تقترح قانون اخر، ولكنه لا يمر بطريقه ديمقراطيه، لان المجال السياسي مغلق بفعل سيطره حزبين على المجلس الشعبي الوطني من حيث العدد. وهذه المره يعني
يعني يعتبر فوسفين في سام نوع خاص باعداد كبيره يعني من 40 من 39 الى غير 98. كلها انعكاس على المشهد السياسي العام من الجزائر الجديده. نعم هذا هو ما هو متصور وما هو منتظر. دائما لا ننسى الحراك هذا الذي غير الامور في الجزائر سواء بطريقه موضوعيه او بطريقه شكليه، تغيير الوضع، وبالتالي علينا ان نستجيب لهذا التغيير ونكون في مستوى التطلعات في مستوى تطلعات الشعب، لان الحراك يعني يريد جزائر جديده بممارسات وتقاليد وثقافات جديده دائما يعني فوق المصالح الفرديه لأي تشكيل من تشكيلات أو مصالح شخصية خاصة بالنواب أنفسهم. وأعتقد أن هذه المرة يعني أن ربما الملاحظة الأولى نقول بأن فيه الكثير من الشباب، ولكن هذا الشباب أنه قادر على التحدي، قادر على التحدي لأن عنده مسلح سياسيا ومسلح اكاديميا، لان حوالي 265 من النواب الجدد او اكثر كلهم جامعيون، وبالتالي دائما لما يكون عند مستوى علمي واكاديمي الامور تسهل. يكون يعني هناك تطوير في اداء العمل البرلماني. اكيد وهذا ما هو منتظر، لابد والا ما فعلنا شيء. هذا هو المطلوب. نعم. هو المطلوب والا ما فعلنا شيء. نعم. بالنسبه لي على ضوء التعديلات الدستوريه، ما هي اولويات بالنسبه للتشريع في البرلمان القادم، المجلس الشعبي الوطني؟ ما هي القوانين ذات الاولويه التي عليه ان يناقشها ويعدلها؟ بالدرجه الاولى النظام الداخلي من الشعب الوطني. نعم. انا دائما نقول لان المجلس الشعبي الوطني السابق كان تقريبا يعمل بطريقه غير شرعيه، لان النظام الداخلي الذي كان يسير عليه وهو اساس النظام الداخلي، النظام الداخلي يخضع للرقابه الاوتوماتيكيه للمحكمه الدستوريه والمجلس الدستوري، وبالتالي فهو في حكم القانون العضوي في نفس المرتبه مع القانون العضوي، يعني مع الدستور القانون العضوي نظام داخلي، وبالتالي النظام الداخلي من الشعبي الوطني راه يسير عليه حاليا هو يعني عنده تقريبا 20 سنه. وتغيرت الاحداث كان في كل مره يتم محاوله بعث هذا المشروع، ولكن أنا لا في ايادي ربما خفيه يتم لم افهم الى الادراج. نعم يعني انا لم افهم يعني لم افهم شخصيا لماذا لم يتم اعداد مشروع اعداد نظام داخلي للشعب الوطني. مجلس الامه دار النظام تاعو في الجوان 2017، اعد نظام داخلي جديدا حتى يتماشى مع الدستور 2016. المجلس الشعبي الوطني حدث الكثير من القوانين في 2011 و 2012 والتعديل الدستوري 2016، ومازال النظام الداخلي تاع سنه 2000. يعني وبالتالي من المهام الاساسيه جدا 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 في المجلس الشعبي الوطني هي نظامه الداخلي، لان على هذا النظام لابد ان يتكيف مع الدستور الجديد. ما نقولش دستور 2016 اللي انتهى، مع دستور 2020 لابد ان يتكيف معه، لان النظام الداخلي هو الاساس، هو الذي عمل المجلس الشعبي الوطني يتم وفقا وطبقا لنظامه الداخلي، ونظام الداخلي يجب من حيث الحضور، من حيث كل شيء، من حيث توزيع الهياكل كيف يتم، من حيث انتخاب الرئيس، من حيث هذه كل المسائل تنتظر. يعني انا لم افهم لماذا المجلس الشعبي الوطني تاع 2017 لم يعدل، يعني كان فيه هناك يعني تاع كان هناك حديث انه سيتم تعديله وبعدها تم تراجع عن التعديل. يعني كما سمعت كان خاضع لتجاذبات سياسيه. ما النظام الداخلي يكون خاضع لتجاذبات سياسيه و وكانه في نوع من المساومه من المساومه الحزبيه، لان النظام الداخلي هذا هو انجيل المجلس الشعبي الوطني. نعم. وبالتالي انا لم افهم لحد الان لماذا لم يتم تغييره. هذا من الاولويات. من الاولويات. نعم. النظام الداخلي ثم بعد ذلك فيها قوانين اخرى اللي هي تكمل الجزائر الجديده، كما قانون الاحزاب السياسيه، قانون الجمعيات، قانون الاعلام، قانون البلديه، قانون الولايه. هذو اساسيين، يعني هذه الترسانه هذه اساسيه، لانها كانت في 2011 و2012
بالإضافة إلى كذلك قانون ترقية المرأة في المجال السياسي الذي تم إلغاؤه بموجب الدستور الجديد. يعني وشفتي باللي لأن بالفعل كان محل جذب في أنه غير دستوري لأنه يمس بقاعدة المساواة، وحتى المرأة نفسها لا تريد حصة، هي يريد أن تأخذ حقها بجدارة واستحقاق وليس بناء على حصص تمنح لها هكذا. نعم، بالنسبة لاختتام الدورة البرلمانية الآن هناك تمديد المفروض أنها اختتمت يوم 30 جوان، سيتم مباشرة بعد جلسة إثبات العضوية الإعلان عن اختتام الدورة. هو من ناحية دستورية دائما التمديد يكون بجدول أعمال بنقطة واحدة في جدول الأعمال، عندما يتم استنفاذ هذه النقطة وهذه المرة إثبات العضوية ستختتم الدورة. يعني لأن التمديد لا يكون مفتوحا، التمديد دائما يكون بغرض نقطة معينة، هذه ماشي دورة استثنائية، لأن يمكن كذلك في الجمهورية أن يدعو إلى دورة استثنائية للبرلمان. لا يمكن وصفها بدورة استثنائية. لا، هذه تمديد فقط وليس دورة استثنائية، هذا تمديد للدورة السابقة، دورة تمديد لها لاستنفاذ نقطة في جدول الأعمال، وهذه نقطة إثبات العضوية، ثم بعد ذلك تنتهي وتختتم الدورة. سيتم تحديد جلسة خاصة لاختتام الدورة، ليست هذه الجلسة. لا ليست هذه، يعني بوظيفتين برلمان وظيفتين. نعم، هذه كذلك لما يتم ممكن انها تاخذ 4 ايام 5 ايام 6 ايام، يعني انا على اربطها دائما باستنفاذ النقطه التي تم التمديد بصددها. تم التمديد بصدد تنصيب المجلس الشعبي الوطني وهيكله، اذا عندما يتم التنصيب بالهيكل بعد ذلك تنتهي هذه النقطه ويتم استنفاذها، هل تاخذ 4 ايام 5 ايام او 3 ايام لا اعرف، المهم انها حسب لما يتم استنفاذها ليس محدوده بالموضوع، محددة بالموضوع وليس بالزمن. نعم، محددة بالموضوع وليس بالزمن. شكرا جزيلا لك بروفيسور علاوة العايب المختص في القانون الدستوري على كل هذه الإضاءات القيمة. شكرا، بارك الله فيك. شكرا مستمعينا، إلى اللقاء.